مرحبا بكم. اليوم سأتحدث عن طريقة الخاصة في تعلم اللغات الأجنبية، وستفيدك في تعلم اللغة الإنجليزية. هذه الطريقة تقوم أساسا على الدخول مباشرة إلى اللغة، عدم تضييع الوقت في الكيفيات والبحث عن كيف أتعلم اللغة، دروس، شراء كتب، كل هذا لا تحتاجه. تحتاج حاسوب، انترنت فقط. أولا، قم بتعلم أساسيات اللغة الإنجليزية. لا أقصد الأساسيات، أقصد شيء يمكنك تعلمه فقط في يوم واحد. الضمائر، الأرقام من 1 إلى 10، ثم الاطلاع على بعض الأساسيات في اللغة الإنجليزية. أساسيات فقط، مثلا الحرف T عندما يلتقي مع H ينطق ذ ولا ينطق ت، مثل هذه الأمور فقط. لا تضيع الوقت في تعلم النطق الإنجليزي والأكسنت إلى غير ذلك، تعلم الأساسيات العامة فقط. بعد ذلك اطلع، لا أقول تعلم، اطلع فقط على كيفية تصريف الأفعال وكيف وما هي الأفعال المركبة، مثلا past perfect و present perfect، I have seen لا تعني أمتلك رؤية أو شيء، إنما تعني رأيت، مثل هذه الأمور أساسيات، وهذا يمكنك تعلمه في أقل من أسبوع، أقول أقل من أسبوع. بعد ذلك أدخل إلى موقع VOA Learning English، ثم ابحث هنا على القصص، ستجدها American Stories، هناك الكثير من الأمور Arts, Culture, Science إلى آخره، العلم والأداب والقواعد. أدخل إلى American Stories، القصص، اختار أي قصة، لكن من الضروري أن تختار الجزء الأول. مثلا هنا A Princess of Mars تتكون من 5 أجزاء، أدخل إلى الجزء الأول، نقول مثلا اخترت هذه القصة The Gift of the Magi. كما ترى هناك صوت وتكست ونص هذه القصة. حتى وإن لم تكن تفهم، اقرأ الجملة الأولى من هذه القصة، $1.87. إن لم تفهم شيئا، طبعا تفهم ما هو الدولار وتفهم ما هو وان، لأن كما قلت سابقا تعلم من 1 إلى 10. وان دولار، دولار واحد، and من الضروري أن تتعلمها بداية، تعني وان، نتعلم بعض حروف الجر. $1، دولار واحد، and تعني و 87 cents. إن لم تفهم 87، ادخل إلى جوجل translation واكتبها هنا. كما ترى $1 تعني دولار، و 87 87 سنت، سنتن، سنتن. ثم انتقل إلى الجملة التالية، That was all. لم تفهم، ادخل إلى Google Translate اكتبها، هذا كل شيء. إن لم تكن تعرف كيفية النطق، انظر على النطق هنا، That was all. That was all. ثم انتقل إلى الجملة التالية، لكن من المهم أن تقوم بقراءة الجملة من البداية حتى النقطة، لا تتوقف، فهمت أم لم تفهم حتى النقطة. And 60 cents of it in the smallest pieces of money, pennies. اكتبها هنا. And 60 cents يعني 60 سنتان of it منه in the smallest pieces في أصغر القطع of money من المال pennies pinset. إن لم تفهم ما هي pennies أو pinset، أدخل إلى جوجل أكتب pennies أدخل إلى ويكيبيديا واختر اللغة العربية وستفهم هذا المصطلح. يعني هنا أنت تعتمد على نفسك في التعلم، استمر على نفس المنوال حتى تنتهي من القصة كلها، لكن عملك هنا لم يكتمل. قم بقراءة القصة، لكن لا تحفظ الكلمات، لا تحفظ أي شيء، لا يهم، حتى لو استغرق
الأمر شهرا في قراءته القصة. المهم أن تقرأها وتفهمها بشكل كامل، بعد ذلك تعود وتقرأها، ثم تقوم بقراءتها مرة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، عاشرة، ولا تتوقف من قراءتها حتى تتأكد من أنك فهمت كل شيء، يعني وفهمت جميع الكلمات، وأنت قادر على تذكرها دون الرجوع للقاموس. عند ذلك توقف عن قراءتها وقم بتحميل الملف الصوتي. هنا حملت الملف الصوتي، استمع له بدون كتابة، بدون النظر إلى كتابة في المرة الأولى. طبعا ستجد أمور لا تفهمها رغم أنك قرأت القصة. في المرة الثانية قم بالاستماع والمشاهدة في نفس الوقت أو القراءة في نفس الوقت، واستمر على نفس المنوال، شاهد واستمع، اقرأ واستمع، اقرأ واستمع، حتى تتأكد من أنك قادر على تصور الكتابة من خلال الاستماع، يعني تستمع وتستطيع أن تميز بين الكلمات، تفرق بينها. عند ذلك استمر في الاستماع بدون كتابة. عندما تكون قد تمكنت من جميع هذه الكلمات وطريقة نطقها وفهمها جيدا، خذ القصة، ضعها جانبا، واستمر في قراءة قصة أخرى ثانية، هكذا قصة ثانية، ثالثة، رابعة. لكن بعد مدة، يعني بعد أن تقرأ خمس قصص أو نقول أربع قصص على هذا المنوال، ارجع إلى القصة الأولى واستمع لها. هذه هي الطريقة الخاصة التي أتعلم بها اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية عموما، أرجو أن تفيدكم، وسأقوم بعد قليل بالذهاب إلى إحدى اللغات التي لا علم لي بها ولا أعرف فيها أي شيء، ولنقوم بتجربة هذه الطريقة عليها.